مساء الخير عليكم، كيف دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم هذه الآلة ديال نتف الحجبان والمستاش وشعر الوجه. هذه الآلة جد جد عملية وزوينة، كتوفر دابا حاليا في محلات تجارية خاصة بالتشميل، وبالنسبة للأوريفلام وأفون هي متواجدة في ألوان، وهذه لقيناها في محلات غير تجارية ديال التجميل. تقريبا الثمن ديالها ما كيتراوحش ما بين 25 ل 20 درهم. زوينة وعملية بالنسبة للبنات اللي ما كيقدروش على النتاف او اللي ما كيقدوش على الخيط، وبالنسبه للاصاغ ولا لا كريم بحال جوليز، بحال بزاف ديال الانواع اللي كتحرق دابا ولات كتحرق البشره، وبالنسبه للبشره حساسه هذه راه جد 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 عمليه وزوينه، وقلت نشاركها معكم واخدتها في هذا اللوين. وبالنسبه لهاد القباطات ديالها او لهاد الجديدات هما اللي كنشدوها، وكان العمل يعني طريقه الاستعمال ديالها جد مبسطه، كاننا كنمشطو يعني بعمليه اللي كتمشي عكس يعني الشعر. اذا كان عندك في الوجه او في الموستاش ولا في الحجبان كتمشي عكس يعني عكس ديال البلاصه فين فيها يعني مثلا الشعر. وكان نجلسيو على دوك نكليكيو عفوا على دوك القباطات ديالها، وكيتفتحوا لينا كما شفتوا هاد السلوكه اللي فيها، ومن بعد راه كتحيد الزغب بواحد الطريقه اللي زوينه. كنتمنى فيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وعجبتني الفكره انني نشاركها معكم. اللي كانوا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات حطوا لي في كومونتير باش نبقى ندير لكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه والى اللقاء.